لو كابتن عصام الخمس اهداف الهدف الاحلى من وجهه نظرك في الخمس اهداف اللي احرزهم النادي الاهلي، هدف مين؟ هدف علي معلول ركله الجزاء، وركله الجزاء صعبه في وقت صعب، ولا هدفين ديانج من تسديده اكثر من رائعه، ولا هدف محمد شريف من الاسيست العالمي المارادوني من عمرو السلاي؟ الهدف الاحلى من وجهه نظر الكابتن عصام الشوالي. شفنا يا فنان يا هداف، شفنا كريمه مختلفه في اهداف الاهلي، الوان مختلفه. شفنا ديانج يقدر يأثر في اختياري، لأنه كابتن هالنوعية تبع الأهداف صارت قليلة جدا في الكرة عنا في الكرة العربية، التسديد والطريقة الهدف الأول وكيف يضرب اللقطة فنية. علي معلول في وقت صعب كما قلت أنت كبرودة الدم والثقة أنه شوت بتلك الطريقة، لكن أنا نقول ممكن تنفيذ البينالتي موجود وتسديدات ديانج موجودة وتتسجل أهداف بالعشرات. أنا أختار هدف السورية مع شريف لانه الدويتو في الاستقبال الكوره والانتهازيه شريف وقت مشى للباس والطريقه ما نشوفوهاش في ملعبنا العربيه، ممكن نشوفوا الباس بالطريقه التكنيك نتاع عمرو السولية نشوفوها مره في 100 سنه في الملعب العربيه. احنا شفنا هدف سجله بيبو الخطيب في مرمى الشهير الاسطوره عتوقة في 78 وقت سحب الكره امامه حتى قعد الهدف هذاك ما شفناش في الكره العربيه، نفس الشيء الان الهدف هذا يمكن ما تشوفوش الا بعد 50 سنه لمن يحيا في الكره العربيه، لذلك انا اختار الحقيقه الهدف نتاع شريف في الجيست نتاع السوليه. وانا اتفق معاك برضه، هدف محمد شريف من احلى الاهداف. حضرتك كابتن عصام كنت في بدايه المكالمه بتتكلم عن سكواد النادي الاهلي القوي، سكواد النادي الاهلي القوي النهارده، هل النادي الاهلي بالسكواد القوي والاداء القوي هل ايضا مرشح للفوز للمره الثالثه بدوري ابطال افريقيا من وجهه نظرك؟ ما غير شك ولا اختلاف، والشوالي ما قاله البارح من 24 ساعه في اذاعه مغربيه يكررها في القناه الاهلي، يعني انا كمعلق رياضي من زاويه فنيه مش في القناة المغربية أقول والله الرجاء والوداد هم الأفضل، وأجي في القناة المصرية أقول الأهلي، وفي قناة تونسية لا، الواقع يفرض نفسه. النادي الأهلي عنده أسباب نجاح متواصلة ومستمرة، لذلك يبقى هو المرشح الأول. أولا جانب الاستقرار الإداري، والأهلي كابتن عنده ميزة وعندكم ميزة استثنائية، لأنه الله يرحمه صالح سليم، الكابتن حسن حمدي، للكابتن محمود الخطيب، لعيبة وفاهمين كورة وترأسوا النادي الأهلي، وهذا مهم جدا، لأنهم معظم الأندية يرأسوها شخصيات، الطبيب وال ممكن اللي ملبسش الشورت، أنا نقول ملبسش الشورت والعب، فهذا إضافة على المستوى التسييري وعلى المستوى الإداري. اثنين الاستقرار المالي، الأهلي ما شاء الله معناها تبعت البادجت وين وصل النادي الأهلي لعشر مرات ميزانية الفرق المنافسة في الفرق شمال افريقيا، مهم جدا، لانه الاهلي انا قلتها البارح في الاذاعه المغربيه قادر انه ينتدب لاعب 4-5 مليون دولار، المنافسين نتاعهم ما يقدروش، وهذا يحدث الفرق، لانه العزيمه فقط والروح والديربي واثاره التنافس تنفع ولكن تكسبك المباراه مش البطوله. لذلك انا قلت وكررها، بالنسبه لي انا الزوز فرق مصريه هما الان زايدين كما تقولوا في مصر سنه على الفرق المغربيه خاصه الوداد، والفرق التونسيه نحن ننتظر ونستناو، لانه الترجي والنجم الساحلي في فتره احلال، مدربين جدد، لاعبين جدد، نستناو الميركاتو اللي مطالبين انهم يعزوا صفوفهم باش ندخلوا ايضا المنافسه بكل قوه، ونقدروا انه كالعاده نكونوا في الفاينل في السيمي فاينل، لانه البطوله مفتوحه لكل الاحتمالات، ولكن البطوله اكيد عربيه. الأندية المصرية الآن هي الأفضل وعندها أسبقية، خاصة النادي الأهلي بالتعزيزات نتاع السناء، بالاستمرار مع موتسيماني، مع الفريق اللي اكتسب خبرة، ونشوفوا كابتن النادي الأهلي هل يدخل جينيس بوك الكرة الإفريقية أم لا، أنه يصبح أول فرقة تربح البطولة ثلاثة سنين، لأنه تعرف صارت مازيمبي والأهلي والترجي مرتين ربحوا في مناسبتين، وإن ينبى مرتين لكن ثلاثة مرات عمرها ما صارت. نشوفه هل يقدر الفريق الاحمر على هذا الانجاز الخرافي بين ذفرين. ان شاء الله النادي الاهلي قادر انه يسجل يعني الثلاثيه وتكون تاريخيه في بطوله دوري ابطال افريقيا.